السبت الونيس يا جماعة الخير، فاحنا أكيد عارفين هنبدأ مع مين اليوم. وآخر فقرة في برنامج سيدتي اليوم السبت كيف هتكون؟ أنا مع خنتة تبلاني مع فيصل عليان. كيف الدخلة؟ الله عليك. أهلا وسهلا فيك فيصل. يا مرحبا، نورتنا وجودك والله والحاضرين. يعني يا فيصل بدايتنا كده عرفنا عليك. فنان طبعا غني عن التعريف يا فيصل، بس هي ما شاء الله فنان مقل، أتكلم صراحة يعني مقل جدا، لكن إن شاء الله راجع لكم بقوة إن شاء الله. صح فيصل، يعني أنا لسه كنت توي جالسة بتكلم مع فيصل بقول له يعني أنا من فترة كنت أسمع فيصل فيصل فيصل، بس جات فترة أنت هديت وما صرت بتطلع بشكل كبير زي زمان. يعني أنت من أوائل الفنانين، أنا من جيت الرياض أسمع دائما فيصل عليان فيصل عليان وفيصل عليان، وأنا ما خنته تبلان بصراحة. الآن أنا من فترة شايفتك مقل في الأعمال، إيش السبب اللي خلاك صرت مقل مؤخرا في الأعمال الفنية؟ والله بالنسبة لي وقفت الفترة يعني ما ينقصك شيء؟ لا لا، الأمور كويسة، لكن وقفت فترة بسيطة وإن شاء الله راجع لكم وبقوة بإذن الله. طب أنا عشان أنه أنا ربطت فيصل عليان ما أنا ما خنته، أنا أحتاج أسمع أنا ما خنته لو سمحت. تامرين أنا ما خنت تبلاني وراني العذاب أمرار، ولا جيت أهلجاني وحيد الفكر بلي جاء، تحملت حيل وشقاني والله حيل وتعبني، أنا لي صاحب جبار بعيد شطك الثاني، بعيد رحلتك أسرار وتمشيها وتنساني بغيظ البعد عن ذكراك، غريبة قصة أحزاني، غريبة قصة أحزاني، أحب كاذب وأحب غدار، أحب كاذب وأحب غدار. نكمل الإيقاع. الله الله، أنا أبغاك توقف. والله من جد ما شاء الله، يعني رؤى إيش بك؟ اندمجت على الآخر؟ إي مندمجة. إيش تحبي تسمعي؟ أنا كنت أبغى أعرف إذا تحب تغني لنا شيء بلهجات مختلفة. والله مصري مثلا؟ ولا أنت دائما تفضل أو لبناني اللهجة الخليجية؟ لا مغني مصري. أي. هو شوف بقول لك شيء، ترى هو تقليد ولا مو بإتقان يعني. لا بس واضح عندك أداء مميز يعني جدا، عندك بصمة. والله بنقول شيء بس مصري إنه ما حضرنا، لكن بقوله صوتي يعني. طيب فيصل، أنا قبل ما تبدأ معلش أنا عندي سؤال. يعني ما شاء الله تبارك الله فعليا أنت من أجمل الأصوات اللي إحنا صدفناها هنا عندنا في برنامج سيدتي، ومو عشان أنا أسمعك من زمان أو شيء، بس فعلا أنت صوتك جدا جميل. فين أنت ما تنتج أو تصدر ألبوم أو يكون في حاجة خاصة فيك لك لحالك؟ هو الآن ناوينا الآن أسوي إنتاج على حسابي أنا خلاص، شركات يعني ما أتوقع أني أتعاقد مع شركات لبنودهم وشروطهم صعبة أو مثلا لا متطالبين بزيادة، يعني في الآن تدخلات في الحفلات وتدخل في الموضوع هذا، فهو اللي فأقول ليش خلني أصلح أنا سنجل من عندي. أنا أعتقد إحنا وصلنا لزمن ما نحتاج يكون في شركات إنتاج، واحد بيطلع بأغنية سوشيال ميديا خلاص الآن توصل. صحيح، ففيها الآن السوشيال ميديا توصل للموضوع، يعني الواحد بيسوي الأكاونت حقه على اليوتيوب ولا على أي مكان فبالتالي بينتشر ويكون الانتشار أسرع. أنا بتكون أغنية كمان حلوة من جد الناس بتحب تسمع. أنا راح أسمعكم عمل راح ينزل قريب. يلا فاجئني. هذا حصري يعني؟ حصري إيه؟ زي يعني من كلمات الشاعر محمد شمراني، ألحان حسن أبو علي، اسمها خطاك السوء، اسم الأغنية خطاك السوء. خطاك السوء. والله خطاك السوء. يا خطاك السوء يا قلبي كفاك الهم وقولة
أبدعي لك أنا ربي يجنبنا هوا دنيا تعب تدري يا قلبي تبي تبعد تبي ننسى ولكن ذنب مو ذنبي وين ما روح أنا ألقى تعب تدري يا قلبي عجزت ولا قدرت انسى ولكن ذنب مو ذنبي وين ما روح أنا ألقى رسم لي حلم في دربي وظنيت الوفا يملى وتاري بس العبي ودوقني الألم والآه خدعني وراح يا قلبي عجزت ولا قدرت انسى ولكن ذنب مو ذنبي وين ما روح أنا أنت فنان أحسنت والله أنا مو عارفة من جد إيش أسألك كله جبة الله يسامحك أنا فعلا لا أنا من المعجبين بصوت فيصل من زمان وبقول لكم تحديدا على أغنية أنا ما خنت لكن فيصل خليني أسألك أنت متى بدأت احتراف الغناء؟ والله تقدرين تقولين لي من 18 إلى 20 سنة يعني 18 20 سنة وأنا أغني ما شاء الله تبارك الله أنت عارف إنه صوتك لي يعني كده عندك ماني عارفة خامة عندك أيوه عندك خامة مميزة في رنة توصل حس يعني أهم شيء إنها توصل ترى مطرب أيوه والله بس من جد يوصل يعني صوته كده تحسيه من أصوات اللي ما أعرف خلاص أوكي خصوصا لما ترفع كده من بين الطبقات ما شاء الله يعني أنت عارف إنه عندك ما شاء الله خامة مرة جيدة الله يبارك فيك أيوه أعطي دروس فيصل نفس صوتي اصلا صح فيصل احنا غنينا كانت تغني طيب لا بعد دويتو مع بعض تحت لها نقول دويتو يعني بالعكس صوت عجيب جدا حلو والله صدق يلا تفضل ايوه غنيها يلا وشي كان ودي يلا انا محافظ والله انت قلت لنا محضر لنا كثير اغاني والله في اغنيه حلوه يلا ايش تبغى تسمعون طيب للفنانين يعني اي ايش ايش تحب تسمع دايم والله انا ما لي فنان معين كفنان طيب. احب اسمع اي فنان يوصل احساس صح. جميل وصوت جميل طيب زي مين يعني من لا شو الفنانين كثير لكن أي. يعني من الفنانين انت حابب تغني لنا لمين نقول عبد المجيد عبد الله الله هو الله الله هاي نقول تنتظر كلمة احبك قول يلا كفايه انا ما خنت تبلاني يلا اعطينا تنتظر كلمة احبك تنتظر كلمة أحبك شايفك مشغول فيها كل شيء وقتها حلو ليه مستعجل عليها بكرة هي اللي تجي وتمر كل لحظة عليك انت بس طول بالك كل شي وقته حلو انت بس روق لي بالك كل شي وقته حلو خلنا نفهم بعضنا قبل لا نهوى نضيع ما بعد برد الشتاء الا نسمع ترابيع خلنا نفهم بعضنا قبل لا نهوى نضيع ما بعد برد الشتاء إلا نسمة ربي موعدك كلمة أحبك منها ما يمل قلبك أنت بس طول لي بالك كل شي وقته حلو السلام عليك يا فيصل كيف تبغوني اغني الله يسامحكم طيب فيصل فين تلاقي نفسك او تحس انه مثلا مساحه صوتك بتساعدك في الاغاني الرومانسيه الهاديه
ولا الاغاني اللي هي خلينا نقول حقت الشكشكه وحقت الفله والرقص؟ والله شوفي انا من البدايات احب الاغاني الهاديه السمعيه الطربيه في البدايات، يعني تعرفين الان تغير الوضع، لازم انك تمشي مع العصر على قولتهم، والناس تحب الرتم السريع احيانا، اكيد الرتم السريع ويبغون التجديد برضه. الان الاغنيه والشعر غريب، يبغون السريع، التجديد السريع، التجديد السريع، التجديد السريع، ما عاد اول كانت تطول صراحه الاغاني، كنا نقولها فترات طويله. لكن الان زي ما قلت لك تغني تنزل اغنيه فتره الا الناس تبغى الجديد سريع. صح. طب ايش كذا سمعنا شيء؟ ايوه جديد سريع. جديد سريع نقول هذه من كلمات الشاعر محمد العتيبي والحان الحاني. يا سلام، يعني ماني ملحن لكن احاول. بعض اسم الاغنيه يا مبعدا عني. نسمعها بالايقاع يعني ولا يلا؟ والله يا ريت ايقاع شكشكه ولا هذه يعني اذا شكشكه بالايقاع. طيب لو نقول اللقاء اللي هو 3/4. أعطينا الدوس. يا مبعد عني. يا مبعد عني 3/4. أوكي. فنان أنا من زمان. يا مبعد عني ليه أنت هاجرني؟ لا لا تعذبني كوني غيابك، تدري انا عانيت من غيبتك مليت، يا مالك تراجيت واموت بترابك. لا يا مبعد عني ليه انت هاجرني؟ لا لا تعذبني كوني غيابك، تدري انا عانيت من غيبتك مليت، يا ملك تراجيت واموت بترابك. عالبعد مقوى يا سمع الشكوى، لا تخيب الهجوى ارجع لاحبابك، دمعي ملا ثيابي والحال من صعبي، زادت انا تعابي هذي ترى اسبابك. يا لوعة الحرمان اجانا بحزان، حبيبي السجان افتح لي ابوابك، بينت لك حالي يا سكر الحالي، ارفق على حالي اموت وحيابك، اموت وحيابك، اموت وحيابك. يعني فيصل الحانك مره قويه باين، كمان الكلمات يعني كمان حلوه، يعني السكر الحالي ايش؟ السكر الحالي ارفق على حالي، ارفق على حالي. يا سلام، يعني من جد الشاعر بيتعنى والله. حسن ابو علي ها؟ لا، كلمات الشاعر محمد العتيبي. محمد العتيبي اتبع. خلاص انا مره الحين مضطربه وابغى بس الحلقه تخلص على خير وسلامه. طيب فيصل خليني اسالك، في طبعا احنا عندنا في السعوديه تحديدا اسماء جدا كبيره زي الاستاذ محمد عبده، الله يرحمه طلال مداح، عبادي الجوهر، هذه كلها اسماء احنا كبرنا وعلى صوتها. اكيد. مين الان من المطربين انت لما كنت قبل ما تبدا مشوارك الفني كنت تقول الله صوته من جد يعجبني، اتمنى انه انا اقدر اوصل للمستوى ده؟ والله كثيرين الفنانين الان اللي طالعين صراحه، محمد عبده، راشد الماجد، رابح، عبد المجيد، يعني فنانين صراحه الصاعدين هذول ما شاء الله اصواتهم جميله جدا جدا. طيب يعني ممكن كذا اذا في مجال طلال مداح من بعد مسح ولعب؟ يلا نقول من بعد مسح ولعب. نقول من بعد مزح ولعب اهو صار حبك صحيح، اصبحت مغرم عيونك ومسيت وقلبي يطيح، واخجلي اذا جات عيني صدفه بعينك واصير مربك وحاير في امري،
من فرحي ابغى اطير، توحشني وانت بجنبي واشتاق لك لو تغيب، احسد عليك حتى نفسي اخشى يمسك غيري، واخجل اذا جات عيني صدفه بعينك واصيح، مربك وحاير في امري من فرحي ابغى اطير. الله ختامها مسك من جد معك فاصل. فسد لي والله على الفرصه هذه. يعني اطربتنا اليوم بوجودك، وحقيقه يعني كثير انبسطنا بأغانيك وبصوتك وبأدائك، يعطيك العافية. يعافيك، وإن شاء الله الجايات إن شاء الله راح تكون أحلى. أكيد إن شاء الله. إذا نسمع إنه صار عندك ألبوم إن شاء الله. لا لا إن شاء الله قريب راح تشوفونه. إن شاء الله بإذن الله تستنى جديدك إن شاء الله. فيصل إيش حابب تقول قبل نختم الحلقة؟ تبون نقول للفنانين ولا لي أنا برضه؟ إليك. لي أنا؟ يعود لك. ولكن راح أختم مع مشاهدينا، مشاهدينا انتظرونا بكرة بإذن الله في نفس الموعد. صباح الخير. تفضل. نقول على أربعة كمان؟ لا تبون بإيقاع ولا يعني نقول يا ضعيف النفس. يلا يا ضعيف النفس. نقول إيقاع برضه يا فيصل. يا ضعيف النفس قلي وش حصل، كيف هرج الليل يمحيه النهار، تونا البارح تناسينا الزعل واتفقنا من بعد طول انتظار، واتفقنا من بعد طول انتظار. يا ضعيف النفس قلبي وش حصل، كيف هرج الليل يمحيه النهار، تونا البارح تناسينا الزعل واتفقنا من بعد طول انتظار، واتفقنا من بعد طول انتظار. نعن ابو قلب يعلق بك امل، والبقى براسك يا غاوي المسار، ان رجيتك بعد